الورق وتتسبب في أزمة اقتصادية وركود عالمي. ده دفع المؤسسات المالية الكبرى إبداء نظرة تشاؤمية مستقبلية، كان آخرها صندوق النقد الدولي الذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل إلى 2.9%. صندوق النقد حذر من أن الاقتصاد العالمي سيتعرض لنزيف حاد خلال السنوات الثلاثة القادمة قد تكبده نحو 4 تريليونات دولار، وأكد أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة للغاية بعد أزمة الروسية الأوكرانية وتفشي وباء كورونا، وهو ما يعني إمكانية ظهور المزيد من الصدمات الاقتصادية. الصندوق دعا الدول والمؤسسات أنها تتحرك معا في مواجهة المخاطر المتنوعة بحدوث انكماش في كل أنحاء العالم. فماذا سيحدث للاقتصاد العالمي؟ وهل سيظل يدور في حلقة مفرغة؟ ومتى سيتعافى؟ تساؤلات يجيب عنها ضيفنا في الاستوديو الأستاذ رضا العراقي، نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس قسم الاقتصاد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ أهلا بمشاهدين. هستأذن حضرتك في معنا تقرير في بعض التفاصيل نتابعه، بعدين من بعده نبدأ الحوار. أزمة ديون عالمية عمقها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو وتجديد الأوضاع المالية وما تبعها من ارتفاع لأسعار الفائدة والحرب في أوكرانيا. رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر من أن العالم يواجه موجة خامسة من أزمة الديون، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي خاصة للدول التي تعاني من صعوبات، مؤكدا أنه في عام 2022 أصبحت حوالي 44 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين الثنائية والخاصة مستحقة في بعض الدول الفقيرة، وهو أعلى من تدفق المساعدات الأجنبية التي يمكن أن تأمل بها تلك الدول. من جهتها مديرة صندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا وجهت رسالة صادمة للأسواق العالمية كشفت فيها عن أن فاتورة الأزمات التي تضرب بالاقتصاد العالمي من كل جانب ستتخطى تكلفتها 4 تريليونات دولار بحلول عام 2026. وقالت أن أكثر من ربع الدول الناشئة و60% من الدول ذات الدخل المنخفض تخلفت عن سداد ديونها. بحسب جورجيفا فإن هذا يعني المزيد من التمويلات للدول التي تتعرض للضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع الأسعار ومعدلات الفوائد. وكشفت عن خفض إضافي مرتقب لتوقعات النمو خلال العامين الحالي والمقبل كان قد أعلن عنها في وقت سابق هذا العام، مع استمرار التداعيات الخطيرة لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والمالية والكوارث الطبيعية التي باتت تدفع بالعالم نحو الركود العميق. وبحسب مديرة الصندوق فإن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش في هذا العام أو العام المقبل. فالأزمات الاقتصادية الكبرى تستوجب سلوكا ماليا مرنا وشرطا لا مفر منه لنجاة ثلاثة أرباع دول العالم. مرحبا بكم من جديد، وبضيفي في الاستوديو الأستاذ رضا العراقي رئيس قسم الاقتصاد نائب رئيس تحرير الجمهورية. وعايزة قبل ما نبدأ أستاذ رضا، ما معنى مصطلحات الانكماش الركود الاقتصادي وأثرها إيه على المواطن العادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حالة انكماش أو ركود هو إن في بطء في الاقتصاد، يعني بطء في الانتاج، إن الاقتصاد ما بيمشيش وفقا للمعايير العالمية، إن في مشاكل، في أزمات بتعوقه، في ضربات بتحصل، فده بيؤدي لبطء الاقتصاد، يعني ان في ركود، التداول قليل، انسياب حركه التجاره والاقتصاد، الانتاج بشكل عام، ده بيؤدي للتضخم، في ندره طبعا، في ندره في المنتج العالمي، ده طبعا كل وراء الانكماش يعني. حضرتك طبعا ده نتيجه ايه؟ ان في ازمات حقيقيه على ارض الواقع. احنا النهارده بقالنا على الاقل 4 سنوات بنعاني من ازمات عالميه، كوارث عالميه، اذا كنا بنتكلم في كورونا وبنتكلم النهارده في الأزمة الروسية، دي كلها خلقت شيء أو فواصل بين الدول وبعضها في التبادل وفي الاقتصاد، ويعني أصبحنا الأقرب للاقتصاد المغلق. يعني كل دولة النهارده بحكم الأزمات اللي بتحصل أغلقت على نفسها في نطاق ضيق جدا،
على أساس إن هي تقدر تدبر حالها وفقا للظروف، لأن في حذر وتركب، في الكل مش قادر يقرأ المشهد كويس، في ضبابية، محدش قادر يتوقع نهاية الأزمة الروسية الأوكرانية إيه. فده كلها مشاكل بتؤثر على الاقتصاد العالمي وبالتالي على السياسة. يعني النهاردة انت عارفة اللي بيحصل ده هيفرز كيانات ومتغيرات جديدة، محدش منها يبقى مع مين، في كيانات هتتفكك، في كيانات جديدة هتعمل. طب بالحديث عن الكيانات الجديدة اللي بتتشكل، احنا شايفين شكل التكتلات الاقتصادية اختلف، وشايفين في تحرك من روسيا والصين باتجاه ان هم يخلوا الغطاء للعملات هي المعادن النفيسة كما كانت من قبل وليس الدولار. شكل هذا التغير الاقتصادي وتأثيره ايه واهميته ايه في هذا التوقيت؟ يعني زي ما قلت لحضرتك ان السيناريو الجديد على مستوى السياسي والاقتصادي بيفرز كيانات جديده. الكيانات دي بقى لم تكتمل صورتها النهائيه حتى الان. كل دوله بتسعى في اطار مصالحها المشتركه، كل دوله بتتوافق مع الدوله اللي هتقدر تخدم مصالحها، اللي هتقدر تلبي احتياجاتها، اللي هتقدر تحافظ عليها من اي مشاكل سياسيه او مشاكل اقتصاديه. فالنهارده اللي برز شويه اللي احنا شايفينه النهارده في الافق ان الصين وروسيا بيتوافقوا مع بعض، لان هم وجدوا في ليهم مصلحه والمصير واحد والمخاطر واحده، فهم بداوا بيكونوا. طب هذا التحرك بالذات ان هم يتخذوا ان يكون الذهب والبلاتين والموارد الطبيعيه والمعادن النفيسه هي الغطاء للعمله وليس مجرد طباعه زي ما كما يحدث في الدولار، ده يأثر على الاقتصاد العالمي بالسالب ام بالايجاب؟ بالعكس، ده هو التنوع في حد ذاته بيؤدي الى الاستمراريه وبيؤدي الى الحمايه للسياسات النقديه والماليه. نعم. انا النهارده لما بتنوع او بنوع مصادر او بنوع في السياسات النقديه والماليه، ده بيعمل حمايه وغطاء للحفاظ على الاستمراريه الاقتصاد العالمي، يعني الغلاف ان انا اقدر بعد كده. لكن لو اعتمدت على مصدر واحد اللي هو العمله الورقيه وهكذا، انا النهارده بيؤدي لمشاكل، وخصوصا المتغيرات اللي احنا شايفينها النهارده على الساحه الاقتصاديه والسياسيه. طب قراءه حضرتك لهذا الاعلان من صندوق النقد الدولي وما ما سيخسره الاقتصاد الدولي 3 أو 4 تريليونات في وقت قصير، هل يمكن للعالم مواجهه هذا التضخم وهذا الانكماش؟ هو طبعا حضرتك صندوق النقد الدولي ده مؤسسة عريقة، مؤسسة بتضم خبراء واقتصاد وسياسة ولها عمق كبير جدا في التصنيف والاقتصاد العالمي وكده، فطبعا هم كلامهم نتيجة لمؤشرات ومتوقعات هم شايفينها، وده لازم نعمل حسابه كويس جدا جدا على المستوى العالمي وعلى المستوى الداخلي، لان فعلا ان النهارده في نزيف في ظل تباطؤ الاقتصاد، في ظل توقف الانتاج بشكل كبير جدا، في ظل تركب، يعني ده طبعا لازم يبقى في حيطه، ولازم الدول تاخد براي الصندوق وتبدا تتصالح، ويبدا تعزيز ودعم الانتاج العالمي، ويبدا يكون في تواصل بين الدول الكبرى في يعني غلق هذه الفجوة او يعني اصلاح، لان فعلا في هناك دول يعني تقع كتير جدا، خصوصا الدول الناشئة، لان امكانياتها ومواردها ولا يعني امكانيات ضئيلة جدا وهشة. ده ياخدني عن السؤال هام، ان في هذه المعادلة هناك خاسر وهناك مستفيد، احنا شايفين الدول البترولية وخاصة التحرك الاخير من اوباك بلس بخفض الانتاج عشان يعود مرة اخرى ارتفاع سعر النفط، من هو الخاسر ومن هو المستفيد؟ انا في تخيلي الشخصي انا شايف الكل خاسر،
في إطار الحرب الروسية الأوكرانية وما يحدث على ساحة العالم في السياسة والاقتصاد، الكل خسر. ولكن الأزمة فيها طبعا إيجابيات وسلبيات، بعض الدول بتستفيد وبعض الدول بتخسر. لكن النهاردة احنا لما نيجي نبص لأوبك ان هي اتخفض الانتاج 2 مليون برميل يومي وكده، ده طبعا هو الحفاظ على الثروة. البترول ده سلاح قوي وثروة. وبعدين النهاردة انا شايف ان في استهلاك كتير على وفي مقابل لا يوجد انتاج. فالنهارده حضرتك ده امريكا اخرجت تلت تقريبا من بالظبط كده. طبعا وده طبعا القرار ده اغضب امريكا زي حضرتك شايفه وعارفه. فده لازم اجراء لابد من اتخاذه على اساس ان يقدر يعمل حمايه للمخزون دوت، ويبقى حاجه تفيد الصالح العام في الاقتصاد القومي، لان انهيار البترول او ده هيحقق مصالح لدول اخرى تؤدي في النهاية لاستخدامها فيما بعد ضد المصالح العالم بشكل عام، يعني أو بعض الدول اللي هي أعضاء منظمة الأوبك في المستقبل. يعني النهاردة أنا لما بعمل مثلا وفرة وهبوط في السعر، ده بيضر مصالح اقتصاديات الدول أعضاء منظمة الأوبك. يعني الدعاوي لمزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا واتفاقات تجارية للضغط على الصين أيضا من الولايات المتحدة، هل هي سياسة عض الأصابع أم أنها هذه العقوبات يعني بتجيب نتيجة؟ والله أنا حضرتك شايف إن بالنسبة هي طبعا هي مناورات بتتم على كافة الأصعدة على أساس نوع من أنواع الأسلحة اللي هي تقدر تحد أو تحاصر الأزمة. ولكن أنا شايف الصين وروسيا تعلم يعني المصير وتعلم أمورها كويس جدا، وهنا يعني الموضوع كله بينحصر في إثبات الوجود. روسيا دولة كبرى وطبعا لها تواجد في العالم. طب ليه يعني لماذا المزيد من العقوبات والمضرور يعني الأول هي أوروبا والولايات المتحدة؟ يعني ليه اللجوء لهذه هو حضرتك ما البحث عن الذات. احنا قلنا في البداية قبل ما ده قضية الأزمة. أولا لما نيجي نتكلم في الأزمة نفسها، هو الأزمة الروسية أو الحرب الروسية دي هي حرب، عشان نكون متفقين، هي متوقعة من التسعينات منذ انهيار حلف الأرسل وتفتت الاتحاد السوفيتي. وروسيا تعلم كويس جدا جدا إن هي ده قادم بس إمتى والوقت وإمتى ده لغير كان غير متوقع، أو إن المعركة توصل للعمق ده يعني ده برضو كان غير متوقع. طبعا من التسعينات طبعا انت عارفه الولايات المتحده الامريكيه بدات بتدخل على الحدود وبتحاول تعمل مناورات، فروسيا تعلم ده كويس جدا وهي حرب يعني متوقعه. ولكن اللي غير متوقع العمق والتطوير والموضوع يعني اصبح بياخد شكل غير متوقع على مستوى العالم، حتى بما فيها روسيا ان كانت غير متوقعه ان الحرب توصل لهذا المدى وكل دول العالم. فده مشكلة طبعا لا يعلم مدى ولا يمكن لأي خبير سياسي اقتصادي أن يتوقع النتائج النهائية لهذه الحرب. يعني بالحديث أيضا عن الخاسر والمستفيد، صندوق النقد الدولي أكد أن مصر أصبحت ضمن عدد محدود من الدول اللي حققت نمو في ظل هذه الظروف الصعبة. يعني كيف ترى هذا التصريح او الـ بص حضرتك، هي مصر منذ البدايه القيادة السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لما ده عمل اصلاح اقتصادي كان بيعمل اصلاح اقتصادي بيخاطب كل الازمات او الصدمات الاقتصاديه سواء عشان الداخلي او الخارجي. ومن البدايه بدا يشتغل صح، بنية تحتيه، بدا يعمل اشياء لا كان يعلم ان في كورونا ولا كان يعلم ان في حرب روسيه
فده يعني ده اللي خلى ان احنا نقدر نصمد حتى الان. والدليل على كده احنا في ظل كورونا الدولة الوحيدة هي الصين والهند ومصر من الدول الناشئة اللي هي قدرت تعمل معدل نمو ايجابي خلال الفترة دي. نتيجة ايه؟ ان اتعمل اصلاح اقتصادي. بدأ الإصلاح الاقتصادي ده يخاطب إيه بقى؟ البنية التحتية، الاستفادة، تعظيم الاستفادة من ثرواتك، عمل قيمة مضافة لإمكانياتك ومواردك بشكل إيجابي، بدل ما كنا بيحصل فيه إهدار وبيصدر خامات بدائية بأسعار زهيدة، بدأنا نعظم الاستفادة من الأشياء دي كلها. والدولة احنا كنا بننتج في ظل التوقف الانتاج العالمي في كورونا. يعني انا عايزة اتحدث بشيء من الاستفاضة في هذا الشأن، لكن نتابع ما ذكرته الصحافة في التقرير التالي ونعود من بعد الحوار. في صحيفة الأرام يرى خبراء الاقتصاد وصندوق النقد الدولي أن هناك سيناريو حرب بلا نهاية في الشرق الأوروبي بعواقب كارثية على الاقتصاد العالمي ككل دون استثناء، خاصة أنها تأتي في توقيت يعاني فيها الاقتصاد بالفعل مما يكفي من المشاكل، بدءا من ارتفاع معدلات التضخم والفقر حتى انعدام الأمن الغذائي وتفاقم آثار تغير المناخ. وفي جريدة الشروق، في حين يرى الدكتور محمد شادي الباحث بالمركز المصري الفكر والدراسات الاستراتيجية أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير أننا أمام أزمة عالمية كبيرة، واضحا أن أوبيك بلس خفضت إنتاجها من النفط 2 مليون برميل يوميا في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي تضخما كبيرا بسبب ارتفاع أسعار الوقود. أما في جريدة اليوم السابع، في حين يرى هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مؤشرات الاقتصاد العالمي ستتغير بانعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية والمستفيد من تلك الحرب الكتلة الأسيوية، وهو ما انعكس على معدلات النمو وفقا لما أوضح بيان لصندوق النقد الدولي. أما في العين الإخبارية، وفي أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لفت التقرير إلى أن النمو غير متساوي في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وذلك بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية. في جريدة صدى البلد، وأخيرا يرى دكتور محمد الكليني أستاذ الاقتصاد أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية الحالية إلا أن الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، ومشيرا إلى أن الإدارة السياسية في مصر اتخذت قرارات وخطوات هامة مما أدى إلى صلابة ومتانة الدولة في مواجهة الأزمة. أهلا بكم من جديد، وبرحب بضيفي في الاستوديو أستاذ رضا العراقي رئيس قسم الاقتصاد نائب رئيس تحرير الجمهورية. يعني أكثر ما ذكر في التقرير تقرير الصحافة هو ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، ارتفاع حاد في الأسعار، ده الشيء اللي بيمس المواطن بشكل مباشر. خلينا نتكلم بالتحديد عن مصر وكيف تواجه مصر هذه التحديات. هو زي ما حضرتك قلنا ان مصر لديها مقومات النجاح بشكل كبير جدا، ومقومات دي سيادة الرئيس حط ايده عليها كويس جدا، ولذلك هو دعا للمؤتمر الاقتصادي. المؤتمر الاقتصادي ده احنا بنقعد ازاي نقدر نفعل هذه المقومات، وازاي نقدر نستفيد من امكانياتنا الموجودة، وإزاي نواجه المشاكل اللي بتواجه الصناعة والزراعة وغيرها. طبعا احنا النهاردة في ظل الظروف الحالية، وطبعا والحذر والتركب والتخوف وندرة الانتاج العالمي والمشاكل اللي بتعوق التبادل التجاري بين الدول وبعضها، فاحنا لازم النهاردة بنقفل على نفسنا في حاجة اسمها الزراعة والصناعة. احنا عندنا مقومات للزراعة كويسة جدا، نقدر نستغل المساحات الموجودة عندنا، نقدر نعزم استفادة من الانتاجية، نعلي انتاجيتنا، نقدر نعمل قيمة مضافة من الأراضي الزراعية، ونقدر نوفر منتج غذائي قادر على تلبية احتياجات الشعب. أيضا الصناعة، احنا عندنا النهاردة صناعة وعندنا خامات
في قيمات ان احنا لازم برضو قيمه مضافه لهذه بدل ما نستورد، ونعمل حاجه اللي هو توطين الصناعه، او يعني ان احنا نعمق التصنيع المحلي ونوطن الصناعه، ان احنا نبدل المنتج او الخامات المحليه مكان المستورد، ونزيل العوائق اللي هي بتعمل نوع من تعطيل الانتاج. نعمل توسع افق للصناعه، نعمل تشغيل خطوط الانتاج بكامل طاقتها، نوفر موارد. بيدعو ليه سياده الرئيس على طول يعني الشباك الواحد بالظبط كده، نعالج السكوت في الضرايب، نعالج في الجمارك، واحنا عاملين ده كله في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي. طورنا موانينا، طورنا الضرائب، التشريعات، يعني اتعمل اصلاحات اقتصاديه تشريعيه واداريه كبيره جدا ان احنا نقدر نعتمد على انفسنا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. طب يعني برضو ده يخليني أأكد على جزئية هامة، ولتعظيم هذه الاستفادة إزاي مصر ممكن تستفيد من هذه الأزمة العالمية، نحن نكون في معسكر الكسبان مش المعسكر الآخر، وإزاي نقدر نكون شراكات؟ احنا شفنا شراكات مع عدد من الدول العربية في الزراعة وفي توشكا وغيرها، إزاي نقدر نعظم هذه الشراكات ونجذب رؤوس أموال بحكم الاستقرار اللي بنعيشه الان؟ هو ده بالفعل احنا شغالين عليه، وده من ضمن خطه القياده السياسيه، ان احنا فعلا اشتغلنا على اولا زياده الانتاج، معناه ان احنا بننتج لينا وبننتج للتصدير، ان احنا نتوسع في موضوع التصدير. ومصر طبعا حضرتك انت عارفه ان هي ملتقى ثلاث قارات، عندها عمق كبير جدا في افريقيا، او عندها عمق في اوروبا، وعمق في اسيا برضه. فاحنا النهارده بنشتغل في اطار المصالح المشتركه داخل افريقيا. بنعمل كيانات مشتركه، شركات وكيانات استثماريه كبيره جدا، سواء في القاهره او في مصر يعني، او في عواصم الدول الافريقيه، من اجل التصدير. يعني احنا النهارده بنعمل مع معظم الدول الافريقيه شراكات استثماريه كبيره جدا لانتاج من اجل التصدير لدول القاره والدول العربيه وباقي الدول. ايضا احنا النهارده بنخاطب برضو الاستثمار الاجنبي المباشر في اطار ان احنا طبعا عندنا عاملين تحسين مناخ الاستثمار، عندنا احنا النهارده بنشتغل على معدل التنافسيه. يعني ان انا النهارده بعدل ان انا بتكون التنافسيه بتاعتي في مصر قليله، فانا بجذب الاستثمار المباشر، لان الاستثمار النهارده الاجنبي لا يهبط الا في المكان اللي يقدر يحقق له عائد اكبر، ويقدر يوفر له معدل ربحيه كبيره وآمن، ويقدر يتحول او تحويل رؤوس الاموال بشكل آمن. قبل ما يعني ينتهي بنا الوقت، التقرير الصحافه ذكر شيء عن ان المستفيد الاكبر هي الكتله الاسيويه، ده البنك ذكره البنك الدولي. هل في اتجاه مننا بهذا الاتجاه باتجاه اسيا، ام ما زلنا نركز على اوروبا وامريكا؟ هو في الواقع عشان برضو نكون واقعيين، القياده السياسيه في مصر منذ البدايه اشتغلت على مسافه واحده من جميع دول العالم، وبدات تشتغل في اطار المصالح المشتركه. فاحنا ماشيين بشكل المصالح المشتركه، اي دوله لينا معاها مصالح بنشتغل معاها بكل ترحاب وبكل اريحيه. واحنا النهارده علاقتنا مع روسيا قويه جدا، علاقتنا مع الصين كويسه جدا، علاقتنا مع امريكا كويسه جدا، كل الدول احنا بنعمل علاقه كويسه جدا. والدليل على كده انت حضرتك النهارده في مزيد من الاتفاقيات والشراكات الصينيه والروسيه. يعني انا هستاذن حضرتك لان احنا الوقت دهمنا، يعني الاصلاح الاقتصادي اللي بداناه مبكر هو المطمنا حاليا ومؤكد على وضعنا ده. الشكر لضيفي في استوديو استاذ رضا العراقي رئيس قسم الاقتصاد نائب رئيس تحرير الجمهوريه، الشكر لفريق عمل مساحه للراي، والشكر موصول لكل من تابعنا، شكرا لكم.